توه بدأت حياته يعني، اتزوج صار الأسبوع من الزواج، راح يقضي شهر عسل هناك بالشمال ومات. قتل قتل اي قتل قتل هذا العش يسمونه قتل قتل. يعني كان احنا المفروض نزافي، احنا زفينا الموت الموت ان الله والنار يهرجون. الرئيس بعدين ايه الرئيس زوجته المصابه اي مصابه خطيه كارثه كارثتهم كارثه. الله مو بس هم هذول كل اللي صاروا وياهم خطيه كارثتهم كارثه، بس هذا العراق كله كوارث واحدة ورا الثانية، ما قاعد نستفيق من واحدة الا تجي للثانية. والله هو اول تلباحة طلع شو اسمه الزاخر على مود شهر العسل. الرئيس هو يصل لك كم يوم من الزواج؟ خمسة ايام ما صار له هو. بعدها والله راحوا هاي الباحة سمعنا انه صار قصف في توكيا، خابرنا ما حد رد. مرته خابرتنا كان قالت لنا هو هسه مصاب وبالعملية. طب العملية بعد ساعة سمعنا انه هو استشهد. لا رحمة الله يا والله. زوجته مصابة حمينة كانت؟ زوجته مصابة. اصابتها شلون؟ ما نعرف لحد هسه. شنو ذنب العراق انه توصل تتخرج تصير مهندس مدني تكمل تطلع لك دراسة ماجستير بجامعة بغداد تتزوج وتروح ضحية سياسة دولة لكل من هب ودب دي يقصفنا ودي ينتهك سيادة الدولة وضحيتها احنا اللي شاب كل طموحه كمل 16 سنة حتى يطلع معدل بالسادس وحتى يتخرج وحتى يكمل وبالاخير من يكمل يروح ضحية قصف غاشم وجبان. نعم الله وإنا إليه راجعون. المكان اللي كان فيه مكان سياحي يعني قبل كان هو زواجه كان الثلاثاء السابق فالمكان راح للمصيف حتى ما أقدر أكمل آسف مقام حياته.